مش هقول فغيه الغرابه لانه هو بيحدث، لكن ممكن اللي انت تقع فيه. ضبط عاطلين بالفيوم، نصب كمين شرطه وهمي لابتزاز السائقين. كمين شرطه وهمي لابتزاز السائقين. الموضوع ده في غايه الخطوره. هيكون معانا دلوقتي سياده اللواء مدير امن الفيوم، سياده اللواء الشافعي ابو عامر. سياده اللواء مساء الخير. نعم، مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني في الفيوم معانا خبر سياده اللواء. طبعا احنا بنشكركم على كل المجهودات اللي انتم بتقوموا بيها لاعاده الامن والانضباط للشارع المصري، لكن في خبر، الخبر اللي معانا ازاي اكتشفتوا ان يعني لما يكون اتنين عاطلين بينصبوا كمين للاحتيال على المواطنين وابتزازهم، وخاصه ان واحد كان بيحمل صفه امين شرطه والاخر على انه دكتور وبيحلل للسائقين ويبتزهم باموال لكي لا يعني لا يقوم لهم بضبط المحاضر. الاول ازاي عرفتوا يعني بانتحال هؤلاء لشخصيه افراد الشرطه، وماذا تم يعني اتصرفتوا معاهم ازاي؟ ده طبعا عشان اقول لسيادتك ان احنا عرفنا ازاي. نعم، انا باخد اخر كلام قاله استاذنا سياده اللواء مجد البسيوني. سياده اللواء مجد البسيوني، نعم، ان الشرطه ما تعرفش تشتغل لوحدها الا بمعاونه الاهالي والمواطنين. صحيح. وهي بتستقي معلوماتها من المواطنين ومن فهمهم ومعرفتهم باللي بيجرى. فطبعا ده سائق تعرض لهذا الموقف زي زمايله، لكن عنده حس، فحس ان الناس دي يعني ما ينتموش للشرطه، وان اللجنه اللي بتاعت التحاليل وبتاعت السرعه وبتاعت الرادار والحاجات دي كلها مختلفه خالص عن الوضع اللي هو شافه. شاف واحد كده لابس امين شرطه شكله مش مريح، وواحد تاني لابس بلطو ابيض ومعاه سرنجه وبيوقف الناس ويقول له انت بتشرب مخدرات، ويتفاوض معاه وياخد منه فلوس ويمشي. فلما بلغ، طبعا احنا انت عارف الحاجات اللي دي، اي معلومه احنا بنستهينش او بناخدها ماخذ الكذب. نعم. فتحرك الضباط طبعا للمكان، وطبعا انت عارف الشغل في العمل السياسي لا يثنينا على العمل الجنائي، فكل اثنين بيشتغلوا يعني سواسيه. فانتقلوا الضباط وعملوا لهم كمين وتاكدوا ان هم واقفين فعلا وبيمارسوا النشاط الخاطئ ده. وتم ضبطهم وتم ولدين عاطلين وليهم معلومات جنائيه. نعم. وواحد فيهم جاب لبس امين شرطه ولبسه، والثاني لبس. طب لبس امين الشرطه ده كان يعني شبيه لملابس امين الشرطه ولا تم سرقته يعني مثلا؟ حاجه يعني حاجه في السوق كده. بس المواطن ما بيدققش اهو، يعني اي قميص كحلي كده ويحط عليه اي رتب وبتاع. بالظبط. زي بتاع الكير سيرفيس والحاجات اللي بيلبسوها دي. تمام. فتم ضبطهم وتبين بالفحص زي ما قلت لحضرتك ان هم عطلان وليهم معلومات نعم. وامتحنوا الناس ومعهم الادوات بتاعتهم، حتى فيهم واحد معاه مسدد صوت ومعهم 500 جنيه طبعا نتيجه النشاط الخاطئ اللي عاملينه ده. نعم. تم ضبطهم واعترفوا بالواقع، اللي ما عايزين حاجه عندهم عن احتياج، وتعرضوا على النيابه، النيابه حقت معاهم واعترفوا امام النيابه واتحبسوا. اتخاذ الاجراءات القانونيه ضدهم يعني. يعني لولا يقظه رجال الداخليه وتعاون المواطنين الشرفاء اللي خايفين على بلدهم وعلشان يمسكوا هؤلاء العاطلين اللي بينتحلوا صفه الضباط وامناء الشرطه علشان ينصبوا على المواطنين الغلابه. احنا طبعا بنشكركم على هذه المجهودات الرائعه، ونتمنى لكم مزيدا من التفوق دائما، علشان كل ده في الاخر لمصلحتك ولمصلحتي، لمصلحه المواطن. اللواء الشافعي ابو عامر، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.